أنا أتفق معك. الولايات part المتحدة اليوم تواجه وضعا صعبا للغاية سياسيا دوليا، حيث أنه على المسرح السياسي هناك الكثير من الضغوطات القادمة من التعاون ما بين روسيا والصين واليمن وكوريا الشمالية، وأيضا داخليا ضمن الولايات المتحدة الأمريكية. فإن هذه الأوقات حساسة جدا خلال الانتخابات الرئاسية عفوا والقضايا الداخلية. وطبعا وفشل الولايات المتحدة في ردع الحوثيين أيضا. يمكننا أن نلوم هذا الفشل على باقي العالم الغربي في الحقيقة، حيث أن هناك قراران مهمان لمجلس الأمن الدولي، الأول في 2016 والأخير أيضا، والتي تدعو اليمن إلى نزع السلاح والانسحاب إلى صنعاء، ولكن هذا لم يؤثر عليهم. أيضا هناك مبعوثين خاصين، مبعوث الأممي إلى اليمن الذي مهمته حل المشكلة في اليمن وتحقيق حل دبلوماسي، وهذا لم ينجح لغاية الآن. وهناك أيضا مبعوث للولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن، وهو مبعوث خاص أيضا، والذي سعى إلى الضغط على اليمنيين ليجلسوا حول طاولة المفاوضات. بالإضافة إلى كل هذه الأدوات الدبلوماسية وهذه القرارات الأممية، فإن هناك أداة أيضا والتي هي قوات القتال، بما في ذلك حلف حارس الازدهار الذي تقوده الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأيضا وقد أرسلت قوة دفاعية أخرى للدفاع عن المسارات البحرية الدولية. ولكن كما قلنا سابقا، الحوثيون يستمرون بالعمل دون أي معيق لهم، فهذا تحدي كبير بالتأكيد. والحوثيون يعملون في منطقة رمادية عسكريا وسياسيا، ويستغلون كل هذه الأوضاع، وأيضا يتم دعمهم وتوجيههم من قبل إيران. ولغاية الآن فإن كانت لديهم اليد العليا على باب المندب.